بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. خير ما أبدأ في كلمتي هذه هي الكلمة هي الآية القرآنية بعد بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. إذن في البداية أود أن أقدم لكم اعتذارات السيد مدير الجامعة لعدم حضور الافتتاح والذي سيكون معنا لاحقا نظرا لترأسه لاجتماع مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي بأميزور. طبعا سيكون معنا لاحقا إن شاء الله. إذن السادة نواب مدير الجامعة، السيد الأمين العام للجامعة، السادة نواب عميد الكلية العلمية الإنسانية والاجتماعية، السادة عمداء الكليات بجامعة عبد الرحمن ميرا بجاية، السادة نواب عميد الكلية، السيد الأمين العام للكلية، السادة رؤساء أقسام بالكلية، نواب رؤساء الأقسام، رؤساء مصالح مسؤولي تخصصات وشعب، السيد مسؤول ميدان العلوم الإنسانية والاجتماعية، السيدات والسادة مدراء المخابر البحثية على مستوى الكلية، السيد رئيس المجلس العلمي بالكلية، السادة رؤساء اللجان العلمية على مستوى الأقسام بالكلية، السادة الأساتذة، الأسرة الثورية، أسرة المجتمع المدني، أبنائنا بناتنا الطلبة، موظفي وموظفات إداري وإداريات كلية جامعة عبد الرحمن ميرا، الزفلاون، مرحبا يسوان قداس داويتنا عبد الرحمن ميرا نبقيه. في إطار احتفاء باليوم الشهير الوطني للشهيد الموافق ل 18 فبري الذي تم ترسيمه يوما للشهيد في 18 فبري 1990 بهدف تكريم شهداء الذين وضعوا مثلهم في الحرية فوق كل شيء وضحوا بأرواحهم مقابل استقلال بلادهم، ارتأت جامعة عبد الرحمن ميرا بجاية أن تحيي هذه الذكرى بتنظيم ندوة تاريخية تحت شعار حياة المضحاة أو مسخرة من أجل الجزائر إن في سكخفي بوغ لالجيري. الغرض من هذه المناسبة التاريخية العلمية أن تبرز المكانة العظيمة لكل من ضحى بحياته من أجل تحرير هذا الوطن من الاستعمار الفرنسي الغاشم، ولعل حضور اثنين من صانعي ملحمة حرب التحرير المشاهد بن رشيد بن زيمة والمجاهدة زينة مباركي دليل على نية الأسرة الجامعية في تثمين مجهود رموز الكفاح الثوري وترسيخ حضور الأسرة الثورية لدى الأجيال الحالية وربط جسور التواصل الوطني بين جيل الأمس وجيل اليوم. أيها الحضور الكريم، لم يكن يتحقق هذا الاستقلال لولا تضحيات الشعب الجزائري برمته، تضحيات بدأت بداية الاحتلال سنة 1830 لتتوج بتوقيف إطلاق النار في 19 مارس من سنة 1962. كانت فئة الشهداء حرب التحرير واحدة من المكونات الهامة في تحقيق الاستقلال الوطني الذي نتنعم به اليوم. اتخذ يوم 18 فبري من كل سنة يوم للاحتفال بذكرى الشهيد عرفانا بما قدمه الشهداء من تضحيات، ويمثل هذا اليوم وقفة للتخليد وتثمين تضحيات أبناء وطننا إبان مرحلة الاستعمار التي عاشها شعبنا. كل احتفال هو فرصة للتأكيد على الأهمية التي يجب أن تعطى للتاريخ الوطني وتعاليمه للأجيال الشابة الذي يجب أن يحافظ عليه على هذه السيرة المقدسة مع ماضيهم المجيد والتاريخ الثوري لبلدهم المحرر على حساب تضحيات كبيرة ومعاناة دامت 132 سنة. أيها السادة الحضور، تعبيرا وتجسيدا لروح التضامن والمسؤولية من لدن الأسرة الجامعية تجاه الأسرة الثورية، ارتأت جامعة عبد الرحمن ميرا من خلال كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية قسم التاريخ والآثار بالتنسيق مع مديرية المجاهدين لولاية بجاية ومتحف المجاهد لولاية بجاية تكريم رمزين من رموز نضال التحرر الوطني ممثلين في المجاهد راشد بن زيمة أحد أعضاء البارزين في فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، والمجاهدة زينة مباركي رمز من رموز النضال النسوي خلال حرب التحرير في هذا اليوم التاريخي. إننا نتطلع اليوم لتكون هذه الذكرى مدعاة لحشد الهمم
ومناسبة لتأكيد الوفاء الشهداء وتجديدا لعهد الذي أقسموه، ومحطة للتأمل واستخلاص العبر، تذكيرا للتضحيات وحافزا لإنارة التاريخ لأجيالنا ليكونوا خير خلف لخير سلف، خاصة الطلبة الجامعيين. ومنه في هذه المناسبة تعد صفحة جديدة نتأمل من خلالها نظرة للمستقبل بربط الأسرة الثورية بالأسرة الجامعية على نهج شهدائنا الأبرار. تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. وشكرا.